دائما الإنسان يحتاج إنه يكون في شخص يعتبره وش السعد لي، وش السعد لك شيخ محمود؟ مين؟ الشيخ أنور. الشيخ أنور. الشيخ أنور. هو صاحب الفضل وصاحب السعد عليا. ولو قل لو قلنا وفضل دعوة بابا برضو. طبعاً أكيد. ولو قلنا وش السعد تكون دولة أو في منطقة، منو ممكن تكون؟ دولة. أكيد مصر أولاً طبعاً. لأن مصر الناس فيها، الناس فيها طيبين قوي. وبعد كده البداية كانت من لندن. بالضبط هذا اللي بوصل له. بالضبط. لا البداية بقى دي كانت من لندن، لأن لندن أول ما رحت فوجئت لقيت كمية محبين وكمية مستمعين غريبة. حتى أنا استغربت. يعني كانوا هناك يقولوا إحنا بنحب الشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي والشيخ الشحات. الله. هم قالوا لي كده. والدك. فالشيخ الشحات والدي، وبعد كده أنا وأنور. يعني أنا بقول أنا لأن يعني الأولاد يعني طبعا صحيح. عشان تبقوا عارفين الطريقة يعني. فلقيت كمية حب غريبة يعني هناك، ولقيت بقى الإعلانات في الشوارع، مع أن هناك الحاجات دي طبعا ممنوعة. لقيت المسلمين هناك ما شاء الله عليهم واصلين قوي ومبسوطين قوي ماديا، وحتى واصلين للبرلمانات والحاجات دي هناك، فعملوا الحاجات دي في الشوارع. نعم. إعلانات. فجيت لقيتهم كاتبين بقى القارئ الأول والقارئ اللي مش عارف ايه، كل ده كنت بستغرب له، انتوا ايه يعني جبتوا الأول دي منين ولا جبتوا دي منين؟ ايه يعني انتوا ازاي؟ قالوا انت، قالوا مالكش، انا بالمعنى العربي بتاعنا، قالوا لي انت مالك، مالكش دعوة، احنا بنحبك، احنا نكتب انت اللي كذا، انت مالك؟ قلت لهم خلاص براحتكم يعني، انتوا عايزين.